إجابات صارت تروح وتجي، ولكن الخطوة الثانية. تفضل يا حبيبي حسين. لبيت في منى ومعك قلم صبورة. أسلم. إحنا بنعطيكم فرصة ثانية. حلو. الأسئلة وانتهينا منها. حلو. ولكن إحنا الجولة الثانية اللي عندنا نبي نشوف التخاطر والتوافق فيما بينكم. وش اسم الفقرة يا حسين؟ الفقرة هذه. هذه؟ إي. اللقاء. لحظة لقاء. لحظة لقاء. عبد الله سامعني يا حبيبي؟ أسمعك يعني في دار. طيب. اللي أحتاج منكم بدون ما أحد يتكلم مع الثاني تعطوني حرف واحد من حروف لحظة لقاء. من الكلمتين بس. من الكلمتين، ولكن أحتاج حرف واحد. تكتب الحرف وعبد الله تكتب الحرف بالورق اللي موجود عندك. فإن رفعتوها في نفس الوقت والحرف هو الحرف فصار في توافق وصار في تخاطر وقلنا استعينوا بالله وتتقابلون. عبد الله، الورق موجود عندك والحرف أو القلم موجود عندك، فأحتاج أنك تكتب حرف بدون ما تتكلم ولا تجيب الطاري. حسين يا حبيبي من دون صوت. أحتاج فقط أنك تتفاهم أنت والوالد. ما عليها. كتبت والحرف خلاص؟ إيه خلاص. طيب عطني له أنت. سب. طيب عطني الله يعزك. يا مخرج. طيب أبى أروح لعبد الله وأبى أشوف وش الحرف اللي هو كتب. إذا تسمحوا لي أبى أخذ الكرت الثاني. خذ راحتك. طيب المخرج معي متعاطف جدا معكم، هو فريق الاعداد والكنترول. والله يا واتمنى والله اني تعاطفت معكم اخوي ناصر انه جاي من بعيد، يعني اتمنى يعني اللقاء وترنا اكثر من ولدنا. جيتكم والله انها غاليه. جالك تسلم. ولكن مع الاسف مسابقه مثل ما تعرفون. لا ما جينا الا عارفين. وتمنيت ان انهيها من الجوله الاولى، ولكن مع الاسف يعني ما اجبت الاجابات الصحيحه حتى في السؤال، فصار الموضوع على الحظ الان. فبتاكد انا من عبد الله، انتم كتبتوا حرف بدون ما تقوله، وبتاكد من عبد الله ان كان الحرف اللي كتب. مخرج الله لا يهينك، شيل صوت حسين وابو حسين الله يحفظهم يا رب. وبتاكد من الحرف اللي كتب عبد الله. يس. ان كان الحرف هو الحرف يا عبد الله تتقابلون. إن كانت الأمور مختلفة. لا إن شاء الله أنا بيكتب نفس الحرف. حاب تعدل يا عبد الله؟ لبيه. أنا أسألك حاب تعدل ولا هذا حرفك الأخير؟ لا إن شاء الله أنا بيكتب نفس الحرف. حسين، حاب تعدل كمحاولة أخيرة ولا خلاص؟ يبي تعدل ما. لا واثق إن شاء الله. تم. طيب عبد الله يا حبيبي. طيب كم باقي فقرة لو ما صادف الحظ يا أبو نايم؟ عبد الله تعرف الجولة الثالثة إيش هي؟ به ما أسمعك. أقول الجولة الثالثة. في جولة غير ذي؟ في حال ما كانت الأحرف نفسها. تعرف إيش الخطوة الثالثة وإيش بتسوي؟ والله ما أدري. لو ما كانت الأحرف نفسها أبطلب منك تختار واحد من زملائك المتسابقين يفديك ويخصم من رصيده 3000 نقطة على أساس أنك تقابل الوالد. عشان أشوف أهلي؟ عشان تقابلهم إن شاء الله. بتصادف تكفى يا ونايف الله يرحم والديك. ما راح تختار الآن؟ بتصادف إن شاء الله الحروف. كنترول تراني ما أسمع صوتي لأن القزاز ما شاء الله عازل، فما أسمع صوت بشكل جيد. عطوني صوته. تختار أحد المتسابقين الحين إن شاء الله. تختار أحد المتسابقين؟ لا.
طبعا شوف ال 3000 اول شيء شوف ذي زين بعطيك الحرف يا عبد الله ولكن شوف عقب الحرف بعلمك انا طالب ما في مشكله خلاص لا تعلمني الاسم لكن ترى ال 3000 اللي بيدفعها المتسابق على اساس انه يفديك ويفدي الوالد والعائله يبي يكون يدخل اوتسايد والعرض الاخير من اوسع ابوابه ولكن الرجال تجمل بشرط انه ما يكون هو صاحب القرار تكون انت صاحب القرار وكل اسبوع تبي تكون الجولات هذه متغيره لكن الاصل الثابت انها اسئله موجهه لاهل المتسابق عنك انت المتسابق اشوف الحرف على اسمه الحلان حسين طيب كنترول مخرج وين الكاميرا اللي ممكن يوريه عشان اكشف الكاميرا اللي عندي طيب وانا كيف اكشفها بنفس الاتجاه طيب تكفى ورني عبد الله عبد الله ايش الحرف اللي هم كاتبين حطيت الحرف حاء على اسمه حسين طيب وهم وش كاتبين والله اني ما ادري عبد الله مع الاسف الشديد وري الحرف احتاج انك تختار واحد من المتسابقين والله ماني مختار ابدا ابدا مستحيل طيب في فقرة غير ذي دقيقة يا عبد الله المتسابقين خلوكم عندكم عبد الله سم تزعل مني لو ما قابلتهم لا ان شاء الله اني بقابلهم في غير ذا الفقرة شيء لو ما اخذ فيه انك تختار واحد من المتسابقين يخصم منك 3000 او يخصم من المتسابق بالاصح 3000 انت اللي تختاره يعني 3000 بتدخل ابراهيم 3000 دخل البراين بس بالمقابل انت قابلت اهلك اهلي عاد بكلمهم من رصيدي ولا اني اخاصم على اخوياي دخل البراين شيء بس مسابقه ترى يا عبد الله طيب الحين انا ما عندي انا والله لو اشوف الوالد قدامي واشوف اخوي قدامي وادري ان الوالده والله العظيم انها موجوده بالضيافه ترى الوالده والله لو ادري اقسم بالله لا اختار واحد من المتسابقين لانها مسابقه ما فيها شيء اصلا طيب 1000 3000 لا ودي ابراهيم 3000 لان الموضوع تحدي والنقاط تكون على حجم قوه الفقره عبد الله اخر كلام طيب اذا ما اخترت احد اذا ما اخترت احد الله يحفظهم انا اضطر اني اقفل الباب واطلع انا وياه والله الصراحه شيء ما اقدر طيب انا لازم اضمن اسمي قبل لا انتقل للمرحله اللي بعدها ما أقدر يعني تنتهي فقرة إذا ما اخترت أحد إذا ما اخترت أحد أنا جيتك هنا على أساس أني أقفل الباب وأمشي ما أقدر مستحيل دخل أبراهيم بكلم من رصيدي هذا اللي أقدر أسويه هم أني أجبر أحد من أخوياي على أنه يدخل أبراهيم سبتي يمكن يطلع أصير مسبت بطلع والف مبروك يا حبيبي الحمد لله الف مبروك تفضل يا حبيبي خلاص